Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 5, concernant l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture dans la page 132 et la page 133, intitulée « Identifier un texte et lire un texte informatif et descriptif ». La pollution des océans. Donc, on passe à la page 132. Donc, identifier et lire un texte informatif et descriptif. C'est-à-dire, le texte il est informatif. Le texte a atteint la malhomète. وكذلك ديسكريبتيف يعني كيوصف وفي هذه لونيتي هذه غادي عندنا واحد لا لوسون ديال لا غرامير كونسيرنون لي زادجيكتيف ولي زادجيكتيف هما اللي كيعطيونا اللي كيساعدونا نديرو لا ديسكريبسيون دونك لير ان تيكست دونك اون فا لير لو تيكست بيان سور ان تيكست دو تيب انفورماتيف ديسكريبتيف دونك افون دو لير هاد لو تيكست لو تيتر نتاعو لا بوليسيون ديال لي زوسيان. Donc, on va répondre aux questions « J'observe et je découvre ». Donc, la première question, premièrement, j'observe le titre et l'image. Donc, quand on chauffe le titre, voit « La pollution des océans » et l'image, donc, on a l'image tête, donc, on a un mohit, c'est un mohit. هنايا كاين اشخاص يعني دونك كاين طيور دونك داك الطيور كي ربما هاد البقع السوداء اللي على يعني كيجمعوا البترول دونك هذا هو الموضوع ديال النص كيجمعوا البترول المتسرب وداك داك البترول كنلاحظوه ملتصق في الريش ونتاع الريش نتاع هاد الطيور هاد. دونك هذه هي ليماج دونك الموضوع ديال اليوم من خلال هذه الصوره ومن خلال هذا العنوان دونك دو كوا فا بارلي لو تيكست دونك لو تيكست بارل دو لا بوليسيون ديال لي زوسيون يعني النص يتحدث عن تلوث المحيطات والمحيطات باش غادي نتحدثوا عليها اليوم بالنفايات النفايات ولو والمخلفات نتاع المصانع بالاضافه لي ماري نوار اللي هما التسربات نتاع البترول في البحار دونك هذا بالنسبه لا بروميير كيسيون لا دوزيام كيسيون كيلي لو تيتر دو سو تيكست اذا شنو هو العنوان نتاع هذا لو تيكست سي لا بوليسيون دي زوسيون دونك هنايا لو تيتر دي تيكست اي Donc, le titre du texte est « La pollution des océans ». La question suivante. Quels sont les intertitres? Les intertitres, ou même les sous-titres? D'abord, il y a en gras. L'imktoub en gras, ou un hajm de l'khat kbir chouïa, c'est le titre. Ou aoutani, quel n'a aoutani, fausse nass, d'akchèche, galo intertitres. يعني في وسط النص كنلقاو دي سوتيتر اللي هما كذلك مكتوبين اون غرا يعني بواحد الحجم ديال الخط زايد شويه نقص على العنوان وزايد شويه على النص هذوك هما لي زانتيرتيتر او لي سوتيتر دونك شكون هما لي سوتيتر عندنا هنا اي لي زانتيرتيتر كاين عندنا لي ديشي دي زون اي لي مارينوار دونك لي زانتيرتيتر سون لي ديشي دي زون Et les marées noires. Donc la question numéro 4. Connais-tu d'autres formes de pollution? Lesquelles? Est-ce que tu as بعض الاشكال نتاع التلوث الا كتعرفها شنو هي Donc il y a d'autres types bien sûr, هناك انواع اخرى من التلوث comme la pollution de l'air et la pollution du sol. Donc البيئة البيئة اللي كنعيشو فيها كتكون من الماء العناصر الأساسية والرئيسية نتاعها كاين هي الماء والتربة والهواء إذا اليوم غادي يتكلمو على تلوث الماء
إذن كذلك كاين عندنا لا بوليسيون. إذن هنا لا بوليسيون تاع دونك لا بوليسيون دو لير اي لا بوليسيون دو سول. إذن التلوث ديال التربة والتلوث ديال الهواء وكلاهما يعني في غاية الخطورة بالنسبة للبيئة وبالنسبة للمجتمع. Donc cinquièmement, choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Et dans l'ختار, le jawab sahih min bayni l'ختيارات ou l'اقتراحات التالية. Ce texte va. Had nass, شنو غادي يدير؟ واش il va raconter une histoire, واش غادي يعاود لينا شي حكاية أو شي قصة. Donner des informations, واش غيعطينا معلومات. Il va expliquer comment fabriquer un objet. واش غادي يوري لينا كيفاش كيتصايب وكيفاش كيتركب واحد لوبجي واحد الشيء. دونك بيان سور انطلاقا من العنوان الكبير اللي قبل من النص دونك تكلمنا على ان تيكست انفورماتيف. اذا هاد لو تيكست سي سور اي سيرتان انه غادي يعطينا دي زانفورماسيون il va donner des informations sur la pollution ديال لي اوسيون. دونك هادي هي لا بون ريبونس. دونك il va donner des informations. Allez, attendez, mais le mat. Voilà donc, j'observe et je découvre. Et avant la lecture, d'abord, radin mshi ou la lecture, radin fermo le texte. On va d'autres ni stamrof les questions telles. Donc la pollution des océans, c'est là où tout al-muhitat. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Yani واحد الجزء الكبير من الكوكب نوتر بلانيت يعني من كوكبنا اي ريكوفيرت دو يعني مغطى بالماء. ولهذا فالارض لماذا تسمى بالكوكب الازرق؟ لماذا؟ لان 70% من القشرة الارضية تحتوي على الماء، هي عبارة عن بحار ومحيطات، وبالتالي ف tu sembles bien la planète bleue. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. يعني حنا الأوساط اللي كنعرفوها كاين عندنا الوسط الغابوي، كاين عندنا الوسط البحري، كاين الوسط نتاع الصحراوي، الوسط نتاع الواحة. دونك هادو أوساط مختلفة، الوسط الشاطئ، الشاطئ بوحدو والبحر بوحدو، وعندنا الوسط المائي. دونك هاد لو ميليو، هاد الوسط اللي كيعيشوا فيه الكثير من والعديد من الاسماك والحيتان وليماميفير. ليماميفير هما الثدييات، دونك هما اللي كيعيشوا، لانه لكل وسط كائناته. الكائنات الحيه اللي كتعيش في البحر ماشي اللي كتعيش في الغابه. دونك سكيفي انه هاد الوسط هذا خصنا نحافظوا عليه لان فيه كائنات حيه. مي مالوغوزمون، اذا هنا هذه مقدمه، ولكن هنايا كاينه مي. هاد مي سي اون اوبوزيسيون، يعني كيقولوا لنا بان ولكن لسوء الحظ لوم. اذا هنايا لاحظوا جيدا بان لوم هو المسؤول. اذا الانسان بولي يلوث البحر au lieu de la protéger. إذن كيلوث la mer au lieu de la عوض ما يحمي البحر فهو يلوثه. غادي نشوفوا فيما تبقى من الفقرات المسؤولية نتاع الإنسان في تلويث هذا البحر، هذا الوسط الذي تعيش فيه هذه الكائنات. إذن لي ديشي دوزين، لي ديشي دوزين يعني هما المخلفات نتاع المصانع. المصنع كل مصنع فاش كي ينسالي لا برودكسيون تاعو شنو كتكون عنده بعض المخلفات، كيستعمل المواد الاوليه ومن بعد كتخرج بعض المخلفات. هذيك المخلفات خصو يلوحها. اذا شنو كيديروا هنايا؟ دونك غادي نشوفوا في هذه الفقره فين كيتلاح هذا الشيء. دون لي زيزون، دون لي زيزون يعني في المعامل والمصانع. اون سو ديباغاس، سو ديباغاس يعني نتخلص. بارفوا ماشي دائما، نلاحظوا هنا جيدا بان ماشي دائما، بارفوا في بعض الاحيان، دي ديشي من المخلفات ومن النفايات. اون لي ميتون دون لي فو. اذا شنو كيديروا؟ كياخذوا داك المخلفات المصانع اللي ما غاديش يحتاجوها
شنو كيديروها؟ كيديروها في بعض البراميل اللي سميتهم لي في كي سون انسويت. هادوك البراميل سون جوتي ا لا مير. هادوك البراميل كيتم الالقاء نتاعهم والقذف نتاعهم في البحر. سيلسي devient un dépotoir plein de déchets malpropres. إذن هذا الشيء كيخلي أن البحر شنو كيولي؟ كيولي عبارة عن مطرح الأزبال والنفايات. حنا عندنا مطارح مثلا بالجوار المدينة كتلقى واحد المطرح كنلوحو فيه الأزبال كيلوحو، فهنايا المعامل المطرح نتاعهم هو البحر. تما كيلوحو هاد لي ديشي، بلان دو ديشي مال بروبر. اذا مال بروبر بمعنى تلك لي ديشي اللي هي متسخه وقذره. مي لوغسك، دابا الناس اللي في المعامل اللي لاحوا دابا هما كيعتقدوا بان ديك البراميل اللي لاحوها في البحر غادي تبقى هكاك، ولكن لا، هذاك البرميل عنده واحد لا ديريد بي، ما غاديش يبقى هو على طول، يعني كيمكن يتقب. هادشي اللي غادي نشوفو. مي لوغسكو سي في سون بيرسي، إذن فاش هاد البراميل تتقب وتخرق شنو كيوقع؟ لي ديشي بوب سو ريبوندغ دون لو. إذن هاد المخلفات وهاد النفايات شنو كيوقع ليها؟ كتسرب المياه، وهنا كتبدا العملية ديال التلوث ديال المياه، كتفرغ. إذن هاد البراميل كتفرغ في المياه نتيجة أنها كتقب. Il tue alors des milliers de poissons. وهنايا كتبدا تقتل لينا الآلاف من الأسماك. الآلاف من الأسماك. وكذلك دو ماميفير. وحنا شفنا قبل لحظات في المقدمة بأن البحر هو وسط عيش الاسماك، وسط عيش لي ماميفير اللي هما الثدييات. اذا لي بواسون اي لي ماميفير الثدييات كوم لي دوفان. اذا هنايا كيعطيونا واحد المثال ديال لي ماميفير، فلي دوفان كذلك يعتبرون من لي دوفان. هذا مثال ديال لي ماميفير. دونك الفقره الاولى علاش كتحدث هذه الفقره؟ على لي ديشي ديال لي زيزون اللي كنديروا لهم في براميل كنجوتيوهم في البحر كيتخرقوا داك البراميل، كيتسرب داك المخلفات كتسرب وكتبدا تقتل لينا المكونات الرئيسيه الحيه ديال البحر، دونك الحيوانيه بطبيعه الحال. لي ماغينوار، دابا غنتكلموا على لي ماغينوار اللي هما المدود السوداء، المد الاسود. دونك هنايا المدود السوداء، شنو هي هاد المدود السوداء؟ هو يعني النفط كيتسرب عاوتاني للبحر، النفط كيتسرب وكيتزلع في البحر. كون دي بيترول سو ريبون دون لا مير، فاش البترول كينساكب في البحر، سولا كوز اون ماغينوار، هذا كيعطينا المد الاسود. كي بولي لي كوت، وهذا الشيء شنو كيدير؟ كيلوث لينا لي كوت اللي هما السواحل نتاع البحر، اذا والشواطئ كذلك. لي زوازو اي لي زانيمو فيفون سور سي كوت، اذا هنايا عاوتاني الطيور والحيوانات التي تعيش في هذه السواحل سون توسي توشي، إذن هما كذلك كيتقاسوا بهذا البترول. لو بترول اونغلو، شنو كيدير هذا البترول؟ كيلصق. اونغلو سيتادير كيلصق وكيتعلق، يعلق باللغة العربية يعني كيلصق في لو فوغور، لوغ فوغور اي لوغ بلوم. الا كانوا حيوانات عندها الفرو كيلصق ليها في الفرو، الا كانت حيوانات عندها الريش كيلصق في الريش. هذا الشيء هنا غنرجعوا للصورة، لاحظوا إذن هذه الصورة هنايا البترول لاصق الريش. سو كي لي زومبيش دو ناجي او دو فولي، هادشي ما كيخليهمش مثلا البط، حنا كنعرفو البط مثلا ولا الحيوانات اللي كتعوم في البحر مثلا، دونك هنا ما كيخليهمش يعوموا في الشاطئ في الماء ديال البحر، وكذلك ما كيخليهمش يطيروا.
et peut les empoisonner. Lorsqu'il essaie de se nettoyer, il ne fait ce qu'il veut, mais c'est qui dérange le pétrole multicéléré frichin qui Le paysage de ces êtres vivants englués est recouvert de taches noires. إذن هذا المنظر ديال هذه الحياة الكائنات الحية الملتصق فيها البترول انغلويي ستادير ملتصق فيها البترول ومغطيين بهذا البقع السوداء لي طاش نوار اي فريمون تري ديزولون. يعني هنا صاحب النص كيقول لك بأن هذا المنظر صراحة غير جيد وأنه محزن ومقلق في نفس الوقت دونك ويقبل على الصبر. إذن هذا هو النص. إذن دابا غادي نمشيو نستمروا في لي ريبونس دونك غادي نجاوبوا على لي كيسيون سويفونت جو لي اي جو كومبرون لا سيزيام كيسيون كومون سابيل نوتر بلانيت. إذن شنو هو الاسم نتاع الكوكب نتاعنا دونك نوتر بلانيت اي تابلي لا تير دونك نوتر بلانيت سابيل لا تير دونك لا كيسيون سويفونت دو كوا est-il recouverte en partie. يعني الأرض هي باش مغطية أكثر. إذن en partie مغطية كما جاء في النص la terre est recouverte par de l'eau. إذن مغطية ولهذا كما قلنا في البداية هاد الشيء علاش لا بلانيت نتاعنا كنقولوا سي لا بلانيت بلو الماء أكثر من اليابسة. La huitième question où les usines mettent-elles leurs déchets. إذن المصانع والمعامل فين كيديروا لي ديشي نتاعهم المخلفات والنفايات. إذن كيوضعوهم فاش في دي في هما البراميل. دونك لي زيزين مات لور ديشي دون دي في. دونك لا كيسيون دونك 9 او سون جوتي لي في. إذن هاد لي في نتاع المصانع فين كيتلاحوا دونك كيتلاحوا فاش في البحار. دونك لي في سون جوتي دون لا مير. لا كيسيون سويفونت كو بوتيل اريفي ا سي في. شنو يقدر يوقع لهاد لي في؟ اذا هذا الشيء الذي لا يتوقعه اصحاب المصانع. يعني شنو يقدر يوقع لهاد لي في؟ دونك هاد لي في سو سون بريسي سون بيرسي يعني كيتقبوا. Qu'arrive-t-il alors aux déchets? Je nous dit au cas les déchets, les canaux flibérami. Donc, radis cerveau, les mains. Donc, les déchets se répandent dans l'eau. Et donc, radis cerveau, les mains. Radis La question suivante: qu'arrive-t-il aux oiseaux, aux poissons et à d'autres animaux? إذن شنو كيوقع للطيور والحيتان والأسماك وبعض الحيوانات الأخرى. Donc les oiseaux et les poissons et d'autres animaux meurent. Donc كيبداو يموتوا. La question 13: que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau? دابا هنايا ملي كيوقع واحد لاكسيدون ديال لو باطو شنو غادي يوقع؟ غادي تنتج لينا دونك لاكسيدون دو باطو. فاش كيوقع واحد لاكسيدون ديال الباطو دونك كونت إليا أن أكسيدون دو باطو لو بيترول غيبوند دون لا مير. إذن كذلك فاش كي دونك هنا شفنا المخلفات ديال المصانع. دابا عاوتاني عندنا البترول فاش كينساكب عاوتاني في البحر نتيجة لاكسيدون نتاع لي باطو. Comment appelle-t-on ce phénomène? Donc, التسرب نتاع البترول نتيجة الأكسيدون نتاع لي باطو. دونك شنو كينتج عليه؟ هاد لو فينومين كيتسمى لي ماري نوار. دونك هادي هاد الشيء دابا دونك هذا كل ما يتعلق بهاد الصفحة. إذا غادي ننتقلوا لا باج سويفون. سي لا باج 133. Donc je lis et j'écris. Idan aqra'u wa aktubu.
La question 15 répond aux questions. La question 1, où il y a A et B et C. Quel est le type de ce texte? Donc, c'est un texte informatif. Le type de texte, donc, c'est un texte informatif. La question B, qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte? شكون اللي كيعاني من التلوث نتاع البحر من خلال لو تيكست؟ دونك اللي كيعاني بطبيعة الحال هما المكونات الكائنات الحية اللي كاينة في هاد الكائنات الحية اللي كتعيش في هاد البحر اللي هما دونك كاين عندنا من خلال لو تيكست كاين عندنا لي بواسون دونك les poissons, les mammifères, donc les mammifères, donc il y a une deuxième, donc les mammifères, ومن بينهم كاين لي دوفان دونك لي دوفان سون ريان دوتر كو سون اذن ماميفير وهنا غندخلو الدوفان غندخلوه في لي ماميفير كذلك عندنا لي زوازو لي زوازو اذن هنا في النص هاد لي زوازو ربطوهم ب ولي زانيمو لي زانيمو اون لي زانيمو اللي عندهم الريش و اللي عندهم الريش والفرو دونك هاد هما الضحايا نتاع هاد اللي كيعانيو من لا بوليسيون داخل البحر وفي لي كوت نتاعو كيسكي بولي لي بولي لي كوت شنو اللي كي يلوت لي كوت دونك اللي كيلوتو هو لو بترول دونك لو بترول كي ريبون دونك كي سو ريبون دونك البترول اللي كيتسرب دون لا مير دون لا مير فيما يسمى بلا ماري نوار دونك هذا هو اللي كيلوت لينا لي كوت اما لي ديشي نتاع 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 المصانع هادو لا هادو ما كيلوتوش لي كوت لا بيتي دي سور ليني دون لو تيكست 3 noms d'animaux victimes de la pollution. Donc, on va d'abord le texte. On va essayer de 3 animaux. Donc, il y a les poissons, il y a les dauphins, il y a les oiseaux. Donc, il y a 3 animaux qui sont dans ce texte. La question E encadre dans le texte deux adjectifs qualificatifs. Donc, les adjectifs qualificatifs. Donc, on va chercher quelques adjectifs. Donc, il y a une grande. Donc, grande. Une grande partie. Donc, je nous allons encadrer. Donc, ah oui, encadre. Donc, encadrer, on va dire, il y a un cadre. C'est l'adjectif qualificatif. Recouverte. Et recouverte. C'est l'adjectif attribué. Donc, adjectif cadélique, recouverte, cadélique, c'est un adjectif qualificatif. Donc, moi, juge les adjectifs, j'ai une réflexion d'introduction. Donc, F, la question F donne le contraire des mots suivants, beaucoup. Donc, l'ex, on a un dit, beaucoup. L'ex, on a beaucoup, yani peu. Zef, yani peu. Nettoyer, yani nodof. L'axe n'est salir, salir, vivre. L'axe n'est c'est mourir, mourir. Donc d'abord, on va les questions concernant je m'évalue. Donc la question 9, ah pardon 16. D'après le texte, qui est
responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. Et là, ma galonne, je connais le sebeb. Sebeb, مثلا, ou la marée noire, ou les déchets. Et là, je connais le responsable. Je connais qui est le responsable. Je connais le responsable. لو انه تصرف بمسؤوليه ما كانش غادي يوقع هذا الشيء. دونك هو الانسان, دونك سي لوم. حتى في لو تيكست راه شايرين ليها بطبيعه الحال. سي لوم هو المسؤول. لوم اي لو ريسبونسابل دو لا مور دي ميلي دو بواسون اي دو ماميفير. هو السبب, لان يعني الانسان هو شكون اللي لاح البراميل. هو الانسان. كو كوز لو بترول ريبوندي دون لا مير. شنو كيسبب هذاك البترول اللي كيت اللي كيت اللي كيتسرب ولا اللي كيتنساكب في 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 لا مير. دونك il tue les animaux de la mer. Donc il tue les animaux de la mer. وكذلك دونك هنايا il tue les animaux. كذلك كي شنو كي دونك هنايا كاين في لو تيكست بان il englue. دونك هنا بغينا نقولو et il englue, il tue. دونك لو بترول, دونك هنايا مادام الامر كيتعلق بلو بترول غنحيدو ان تي. دونك لو بترول tue les animaux de la mer et il englue. Leur fourrure. Et plumes. Riche. Et leur plume. Donc la question 18. La question 18. Qu'est-ce qui empêche les oiseaux de voler ou de nager? Les oiseaux ne peuvent pas voler, ne peuvent pas voler. Donc, ce qui les empêche, ce qui empêche les oiseaux de voler et de nager, c'est le pétrole englué. Avec le pétrole qui est sasqab rich ntaahom ou bel farou ntaahom, houli ma kikhlihom chi yaoum. La question 19 cite d'autres causes de la pollution de la mer. هنا قال لك عطيني واحد يعني اسباب اخرى لتلوث البحار. دونك شي احنا هما عطاونا جوج ديال الاسباب لي مارينوار وكذلك لي ديشي ديال لي زيزون. اذا حنا غادي نقولوا مثلا لي ديشي بلاستيك. لي ديشي يعني النفايات البلاستيكيه كتلوث البحر. ثم لي زو اوزي دوميستيك, المياه المستعمله اللي كنستعملو حنا كتبدا كتجمع 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 وفي الاخير كتصب في البحار. دونك هذا راه تلوث. كذلك لي بيستيسيد. لي بيستيسيد هما المبيدات. المبيدات اللي كنستعملو الكيماويه فهي كذلك كتلوث البحار. لا كيسيون 20 كو كونسيتو او بروبريتير دي زيزون pour préserver la mer. Il y a une bêche radite en sah, les msoulin, les kilouho, les ashab le masani, yani, bêche radite en sahoum, bêche y haf doua la mer. Il y a une nasiha le radite en kadem oulihim, pour préserver la mer, bêche y haf doua la mer, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ne doivent pas jeter les fûts dans la mer. Marsom chi lehu hadouk le baramil fla mer. Marsom ykhtaru wahed le matrah akhar. Le bahar laysa bi matrah li al azbal wa al nifayat. Donc la question 21, si toutes les mers et toutes les océans sont pollués, qu'arrive-t-il? Ou bien qu'arrivera-t-il? Idan matalan soual hna. لنفرض مثلا هاد المحيطات والبحار تم تلويتها, شنو غادي يوقع؟
Donc, bien sûr, si toutes les mers et les océans sont pollués, alors les êtres vivants radimout. Les êtres vivants, les kainat l'hiya, sawa un nabatiya ou l'hayawaniya. Et donc, كلها غادي تموت. لان هذاك الوسط ديال العيش لان حنا قسنا لهم الوسط نتاعهم هما ما كيعرفوش يعيشوا الا في البحر. الكائنات هذه الا بدلتي لها الوسط دابا مثلا جبتي حيوانات تعيش في البحر وديتيها للغابه راه ما غاديش تعرف تعيش غادي تبدا تموت. وسكيفي ان البحر هو الوسط نتاعهم الا حنايا وسخنا لهم البحر ولوتناه ودرنا فيه مواد سامه اكيد غادي يموتوا لان وغادي يختل التوازن الطبيعي. دونك في النهايه غادي يختل ما يسمى بالتوازن الطبيعي. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول لا بوليسيون دي زوسيون لا ليكتور دو لونيتي ديداكتيك نيميرو 5 ميزابرونتيساج دو فرونسي.